مساء الخير وليلة جديدة من برنامج ليالي رمضان. هنبدأها معاكم زي ما تعودنا بمجموعة من الأخبار الفنية. أول خبر معانا النهاردة البوستر الرسمي لفيلم شوجر دادي استعداداً لطرح في موسم العيد. كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية شوجر دادي والمقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 مايو. ويظهر البوستر كل نجوم الفيلم بملابس وألوان صيفية تشير إلى رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمغامرات في التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني بعد التجربة السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل 2021. نروح للخبر الجاي، العرض العالمي الأول لفيلم إن شاء الله ولد في أسبوع النقاد بمهرجان كان. يشهد الفيلم الروائية الأردنية للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول في الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام من 16 إلى 27 مايو المقبل، وينافس الفيلم في قسم أسبوع النقاد ليكون أول فيلم أردني ينافس في تاريخ المهرجان الفرنسي الأهم. معنا مداخلة مع الفنانة وفاء الحكيم. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتوا طيبين يا روحي. طبعا أنا سعيدة جدا عشان حضرتك معانا النهاردة في البرنامج، يعني وكنت أتمنى طبعا تكوني ضيفة معانا في البرنامج في شهر رمضان، بس حضرتك كنت مشغولة. إن شاء الله يبقى لينا نصيب مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. قولي لي بقى، حضرتك تابعتي مسلسلات رمضان السنة دي يا أستاذة وفاء؟ يعني بقدر الإمكان كده، يعني شفت حاجتين أعتقد إن هم كانوا كويسين جدا، وبعدين الإعلانات عاملة لي شوية إزعاج، فما بحاولش بقى غير إني بعد رمضان إن شاء الله نبدأ نشوف على المنصات بشكل يعني مكثف. يعني إيه حضرتك تابعتي إيه؟ تحت الوصاية هايل ورائع وجد، ومنى زكي عودتنا إنها بتتحفنا بقضايا اجتماعية مهمة في الحقيقة جدا جدا، وكمان تمثيل راقي جدا، و كل عناصر ما يعني متعوب عليها وحاجة حقيقية، فأنا مبسوطة جدا بيه. وحرب يعني محمد فرج هايل طبعا، صديقي وزميلي ودفعتي أحمد السقا يجنن. لا كمان في الإمام طبعا، رسالة الإمام خالد النبوي دفعتي برضو، فأنا طبعا مركزة معاهم يعني. وشفت جزء من ستهم كده بس ما ركزتش قوي، انما الامام طبعا يعني عاجبني خالد جدا جدا، من وجهة نظري الكتابة دراميا فيها يعني كانت عايزة يعني يبقى في شغل شوية ادق ودراما اكتر، مش بس سرد مواقف لي يعني شوية، لكن في الحقيقة هو موضوع مهم جدا جدا وقامة فكرية مهمة قوي وفكر وسطي احنا في اشد الاحتياج ليه، واعمال للعقل واجتهاد. فلا قيمة مهمة جدا اللي بيقدمها مسلسل الامام، وبجد بشكر المجموعة كلها عليه. وخالد النبوي كمان عامل شغل فيه كويس الحقيقة. ما انا بكلمك على الامام. خالد خالد طبعا ممثل شاطر جدا جدا ومهتم، بس يعني يعمل ايه ممثل لوحده لو ما كانش الموضوع حلو، فالموضوع بتاع العناصر. بالظبط. الموضوع كويس جدا، هو بس يعني انا ليا بعض الملاحظات على الدراما نفسها، لكن هو موضوع مهم لينا جدا ورساله مهمه قوي انها تتفتح دلوقتي. دي حقيقه. احنا محتاجين ده فعلا في الفتره دي حقيقه. بصراحه كم نموذج اللي احنا اتكلمنا فيهم دول يعني اعتقد ان هم يعني بعيدا بقى عن القتل وعن لان الباقي يعني في كتير مشكلات خاصه بالكميه العنف. انا يعني شفت حلقه مش عايزه اذكر بقى اسم المسلسل، يعني مش معقول كميه العنف، يعني خنق واحد ونزله في قلب مقصله وضرب بالسكينه وضرب بالرصاص وكل ده في حلقه، يعني كل ده في ايه كميه العنف والشراسه دي مهما كان على حق،
امال فين بقى احنا بنقول دولة قانون؟ فين اعلاء الحكاية دي؟ ومش حاجة ولا اتنين ولا تلاتة. فانا شايفة ان التلات نماذج اللي انا اخترتهم قد كده، انا شايفة ان هم بعيدين كل البعد عن الاتجاهات التانية ومختلفين، وطبعا كلهم زمايلي ودفعتي، فانا متحمسة ليهم جدا يعني. هو طبعا حضرتك رحتي لمنطقة مهمة جدا، وان الظواهر السلبية بتتصدر على اساس ان واقع في المجتمع. لا، احنا مجتمعنا مش كده ابدا، ودي ظواهر انا ما دخيلة على شفتش يعني، المجتمع. لا، انا ما ده في شفتش. ده اكتر احنا من لما حاجة. بنشوف خناقة بنقول ياه، اتصوروا بالظبط كان في خناقة في الشارع، ونجري يعني، اللي يبص واللي مش عارف واللي يحوش واللي، فده معناه انها مش معتادة. وللاسف انما بيتم تقليدها فيما بعد في الشارع، يعني وكمية بيتم تقليدها. كمية اللغة اللي بتتكلم، لغة يعني مش عارفة اوصف لكم اه كمية الرداءة واعوجاج اللسان واعوجاج البق والاوفر يعني اكتنج يعني. لا 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 يعني، انا شايفة ان دول من اهم المسلسلات، غير كده انا ما بتفرجش في الحقيقة. طبعا لمحت حاجات كده، ومن والا ما كنتش قلت لك ان في حلقة فيها كل ده يعني. اه يعني مش يعني، بس يعني انا مبسوطة بيهم الحمد لله، ويا رب الباقيين بقى يحتذوا حظهم يعني، وياخدوا المسألة بشكل ان بيقدم فعلا فعلا بيقدم رسالة في وقت مهم يعني، يسعد الناس زي كده. العمل اللطيف بتاع دنيا سمير غانم، وانا اسفه ان انا بقول اسم الممثله، هو طبعا الواحد مش المفروض اسم يعني، العمل ككل كويس جدا، اه يبقى في حاجه لطيفه بتتقدم يا حاجه بجد. انما مش عايزين بقى نتكلم عن العنف والحاجات، خلينا في الحاجات الحلوه. تتمني تشوفي ايه في رمضان اللي جاي في الدراما عامة؟ اتمنى اشوف حاجات حقيقيه يعني، اتمنى اشوف اعمال تاريخيه مدروسه كويس جدا جدا، يرجع تاني، ترجع تاني اللغه العربيه، دي لغتنا يعني. ما ينفعش ان يبقى ناس تاني حاملين لواءها، واحنا عندنا ممثلين بيتكلموا لغه عربيه يعني ما حصلتش. فلازم ترجع تاني مسلسلات الناطقة باللغة العربية، مع احترامي للعامية وحبي للعامية، لكن لازم يبقى في مسلسلات تتقدم باللغة العربية، مسلسلات تاريخية يبقى معلش مدروسة ومتراجعة كويس جدا جدا جدا، معمول كاستنج للممثلين كويس قوي قوي، نهتم بالملابس قوي يعني. نفسي أشوف حاجة الواحد يفتخر بيها بجد، ما يبقاش فيها غلطة، وده مش كتير، مش جديد علينا ومش كتير علينا. مهم قوي، مهم قوي اللغة العربية، مهم قوي الأعمال التاريخية يا سيدي، مش لازم تبقى دينية، لو في يعني خلينا نتكلم في التاريخ، تاريخنا فين؟ التاريخ الفرعوني، أنا يعني فين تاريخنا الفرعوني؟ يعني كل الدول هي اللي قاعدة بتدرسه، وإحنا قاعدين بنتفرج عليهم وننتقد. لا، بدل ما نقول منصة كذا مقدمانا بالبشرة كذا، مش بشرة فرعونية أو مش بشرة مصرية، تعالى اعمل لي بقى وقدم لي. فأنا ومسلسلات أتمنى، اجتماعية برضو، يعني محتاجين اجتماعية ما معنى هو هي اجتماعي. ما هو بيتقدم اجتماعي، بس لا لازم يتغير بس مش النوعية الشكل بقى. ده بالظبط. يعني لازم يبقى نرجع في، لليالي الحلمية، ارابيسك، الحاجات اللي زي حضرتك يعني اللي حضرتك فاكراها يعني. في اه رمضان كريم لطيف، في اللي حضرتك بتقولي عليه يعني، رمضان كريم لطيف اجتماعي وخفيف، وبيتكلم برضو عن بعض المشكلات وكده، وان كان الكتابه يعني طبعا مش بشكل اسامه انور عكاشه، طبعا. لكن لطيف اجتماعي. انا بتكلم بقى في، لا محتاجين اللغه العربيه، محتاجين تاريخي، محتاجين تاريخ فرعوني، محتاجين تنويعه كده تبقى يعني. ما دام كده كده بنصرف على المسلسلات، طب ما تخلونا نصرف في بالظبط، حاجات تبقى دي حقيقة. تتحسب لنا. اه وانا اتفق مع حضرتك على ده، بس قولي لي بقى، عشان وحشتنا وفاء الحكيم، امتى هنشوف والنبي وفاء انا كمان الحكيم على وحشتني، الشاشة؟ تصوري. والله وحشتني انا كمان، بس اه فعلا انا يعني الحمد لله اني ما زال بيجيني عروض يعني، انا مبسوطه ان الناس لسه فاكراني. بمشي في الشارع طبعا يعني، الحمد لله الشارع المصري والعربي يعني فاكرني بشخصياتي، ببعض الكلمات اللي طبعا بقولها طبعا، في تاريخ الافلام. حضرتك الفني طبعا. والمخرجين الجداد بيبعتوا لي، بس في الحقيقه يعني
بعض الحاجات انا عايزه ارجع يعني بحاجات ابقى حاسه ان انا محترمه فيها الناس اكتر، عارفه اتكلم عني بشكل كويس كممثله، افتخر باني عملت الدور الفلاني، مش بس ان انا اكون موجود. طب ما انا موجوده بالاعمال اللي انا بعملها، بالمسرح، بمسرحي، بفرقتي طاقه حب، باني بقف بقدم يعني بشتغل كمذيعه. لما بقى اجي في الحته اللي بحبها يعني اعملها بقى يعني زي ما يرضيني قوي. فللأسف السنة دي فعلا أنا اعتذرت عن عملين، وأنا زعلانة إن أنا اعتذرت، بس في نفس الوقت مبسوطة إن أنا قدرت على نفسي، والحاجة اللي مش عاجباني لسه عندي قدرة إن أنا أقول لأ رغم المغريات يعني. نتمنى إن شاء إن الله شاء نشوف الله حضرتك في القريب يعني رمضان بإذن الجاي الله. إن شاء الله، وترجعي تاني تنوري الشاشة إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي لذوقك، كل سنة ميرسي وحضرتك جدا، طيبة. الفنانة وفاء الحكيم أشكرك. ربنا يخليكي، ميرسي لبرنامجك الجميل، وكل سنة وأنتي طيبة. وحضرتك طيبة. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. استنونا بعد الفاصل وسهرة العيد وليلة خاصة بمناسبة ليلة العيد، استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ومكملين في سهرة خاصة بمناسبة ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين، برحب بيكم طبعا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين في سهرة ليلة العيد، وانا سعيدة جدا عشان وجودكم معايا النهاردة. دينا عبد الله مطربة، سارة مدبولي كاتبة وروائية، محمد جمال مطرب، اهلا بيكم. اهلا بيكم. الحقيقة انا قلت فاجئتكم السهرة دي بمناسبة ليلة العيد وعملتها لكم مفاجأة، ما كنتوش تعرفوا طبعا، فاكرين ليله رمضانيه عاديه، لا انا الحقيقه قلت اعمل لكم المفاجاه دي. مفاجاه جميله. إيه قولي لي بقى يا دينا، الفكره بدات معاكي ازاي في الغناء وكده؟ انا بحب الغناء جدا من وانا صغيره، بس ما بداتش في الفكره، جت في دماغي وانا في الجامعه. انا طبعا خريجه ليسانس اداب انجلش، بس بحب الغناء جدا. بدات ان انا اطلع حفلات على مستوى الجمهوريه، انا جامعة كفر الشيخ، واشتغلت كتير في حفلات وكافيهات في اسكندريه، وبدات ان انا اطور الموضوع معايا وانزل افراح، وطلعت في كذا حلقه في التلفزيون. طبعا الحلقه دي ان شاء الله تبقى مميزه على وشك الجميل، وكل سنه وانت طيبه وكل الجمهور بخير. طيبه، بس قولي لي كان في ناس يعني حد دعمك مثلا، حد سمع صوتك قال لك صوتك حلو مثلا، كملي في الموضوع ده؟ الفكره جات لي وانا في الجامعه، كنت بدندن كده مع اصحابي، وبداوا يقولوا لي اشتركي في مسابقات في الجامعه وادخلي. انا كان عندي رهبه جدا، كنت بغني بيني وبين نفسي، بس ما كنتش حاطه الفكره في دماغي. بداوا اصحابي في الجامعه يحمسوني وكده، وبدات ان انا اشتغل على نفسي وانزل اتدرب في الجامعه، واهلي طبعا واقفين جنبي جدا وبيدعموني، وخصوصا بابا ربنا يخليه لي، يعني ما بيسيبنيش خطوه بخطوه معايا. الاستاذ عبد الله طبعا، فانا يعني ربنا يخليه لي، وماما طبعا بتدعمني جدا، والناس كلها حابه الفكره وحابه صوتي، واتمنى ان صوتي يوصل لكل الناس يعني. ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. قولي لي يا ساره بقى، فكره الكتابه والادب موضوع صعب مش سهل طبعا. اكيد طبعا. بس بدا معاكي ازاي؟ هو بدا معايا من وانا لسه في اعدادي، يعني لسه صغيره قوي. انت لسه صغيره قوي وقتها؟ ما كنتش اعرف ان انا بكتب روايات اصلا. هي والدتي اخذت بالها، بس ما حاولتش انها تقول لي، عشان انا من الشخصيات اللي هو شويه بتخاف. فعديت الموضوع لغايه ما دخلت الكليه. وبعد كنت بتعملي ايه في موضوعات التعبير؟
أنا كنت اكتر حاجه بحبها، يعني بستغرب الناس كلها كانت بتكره مواضيع التعبير، حقيقي. انا يعني احب اخلص الامتحان بتاعي كله بسرعه عشان اسيب لي ساعه كامله اكتب تعبير. دي حقيقة، انا كنت كده فعلا زيكم. كنت بعشق اللي هو مش مما لا شك فيه، لا انا كنت بكتب تعبير تعبير، يعني قصه بحبها. بعد كده في الكليه طبعا انا كنت مانجمنت انفورميشن سيستم، فحاجه ملهاش علاقه خالص باللغه العربيه. والدتي لقيتني يعني ايه مش يعني اجتماعيه قوي مع الناس، فقالت لي ما تدخلي اللجنه الثقافيه. دخلت اللجنه الثقافيه، كان في قسم للقصه القصيره، انا بكتب روايات. تمام. فدخلت هنا بقى كانت الكوميديا. دخلت وما كتبتش حاجه، فقالوا لي احنا هنخرجك، فهنخرجك دي اعمال السنه. طبعا احنا في الكليه مجانين شويه، بنحب نخرج نروح نيجي، مش كل المحاضرات بحضرها يعني السكاشن والكلام ده. فطب اعمل ايه يا ماما؟ قالت لي اقعدي دلوقتي، كانت الساعه 8 بالليل، اقعدي قصادك ساعه تكتبي حاجه. اكتب ايه؟ هي كانت عارفه بس ما قالتليش ان انا بعرف اكتب. كتبت قصه كان اسمها عقاب الزمن، كان بطلها مهندس. القصة دي قدمتها وفوجئت، كتبتها فعلا في ساعة، ساعة وربع عشان مبقاش كداب. القصة كانت 4 صفحة، قدمتها خدت مركز أول في الأكاديمي اللي أنا فيها، وأخدت مركز ثالث على وزارة التعليم العالي. ساعتها ماما قالت لي أنا عارفة إن أنتي بتكتبي من زمان، وعارفة إن أنتي حابة المجال ده وحابة الرواية، فاللي هو إيه ده؟ بس كانت مفاجأة ليكي طبعا. كانت مفاجأة ليا، انا معرفش يعني. انا كسارة نفسي معرفش، هي والدتي اللي كانت عارفة من زمان. هي اللي اكتشفت الموهبة يعني. واللي ساعدني بصراحة المكتبة بتاعت بابا. بابا كان عنده مكتبة كلها كتب بقى، في كل حاجة، سياسة، دين، روايات، نجيب محفوظ، احسن عبد القدوس، حاجات كتير جدا قريت فيها من وانا لسه صغيرة جدا يعني ابتدائي واعدادي. فده اللي خلاني احب القراية والكتابة جدا. طبعا هنتكلم عن وجهان، العملة واحدة والرواية الجميلة اللي كانت في معرض القاهرة الدولي، واكيد في اعمال لكي بعد كده. طب اكيد يعني. ان شاء الله. طبعا اكيد هتقولنا عليها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. محمد قولي بقى، الموضوع بدا معاك ازاي؟ والله الموضوع بدا انا وصغير، يعني يمكن في الابتدائي مثلا ولا حاجه، في الفصل مثلا انا واصحابي بنعمل مسابقات في المدرسة. الحمد لله كنت بطلع برضو يعني ممكن الاول مثلا على طول، وكنت مشهور برضو في المدرسة شوية. فالحلم من زمان يعني، بس بدأت اللي انا مثلا مين سمع صوتك وقال لك؟ كان كتير والله اصحابي، بس انا عندنا في العيلة شوية عشان يعني ممكن صعيدة شوية، فما كانش في تشجيع في البداية. بس بعد كده لما لقوا مثلا الموضوع طور، الموضوع بقى حلو، فرح في حاجة مناسبة، اما اروح مصيف مثلا ولا حاجه، اغني مثلا في جي هناك ولا حاجه، فبداوا يشجعوا. بدات بقى من هنا بقى انا واصحابي مثلا بقى ننزل اماكن وكده. انا الناس هتزعل مني دلوقتي عشان عماله بتكلم معاكم وما سمعناش اي حاجه. يلا ابدا بقى، سمعنا اي حاجه. سمعنا ايه دلوقتي؟ تم البدري بدري. تمام، اوكي، عشان رمضان برضو نقفل. يلا بينا كده نبتدي العيد ان شاء الله. بصوم طيب حضرتك. تم البدري بدري والأيام بتجري، تم البدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. Thank you.
لينا التحية زهانا جمالا والطلعة البهية دي فرحة سلامة واللود عصيامك دي فرحة سلامة واللود عصيامك والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام تم البدري بدري والأيام بتجري تم البدري بدري والأيام بتجري والله لسه بدري والله يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام الله أحسن ربنا يخليك شكرا بس الأغنية دي أنا بزعل عشانها جدا لما بتيجي حاجة عشان الواحد بنتأثر نفسيا إن رمضان هيمشي كل سنة وحضرتك طيبة ربنا يخليك دينا أنا عاوز أسمع صوتك بقى قولي هتسمعينا إيه دلوقتي أنا بحب أصالة جدا تمام ممكن نقول غلبان تمام اتفضل وأنا كمان بحب الأغنية دي جدا غلبان قوي غلبان عايش على اللي كان فاكرنا زي زمان غلبان قوي غلبان لا ده فاتوا فاتوا رميناه بماضي وحكاياته ده فاكر ده معانا هنا على خدنا يا تهيؤاته ده فاكرنا هناك قاعدين جنب الشباك وفي عرض رجوع وفاكر موضوع شغلتنا حياته اللي هنمسك في اللي غايب مش من لا ده فاتوا فاتوا جدا ده كتير رميناه خلاص برافو عليك شكرا بحب الاغنيه دي جدا على فكره الاصاله برافو عليك على اختيارها وايه يا ساره بقى وجهين لعمله واحده كلمينا عن الروايه بقى دي اللي كانت في معرض القاهره الدولي للكتاب
بالنسبة للرواية، هي رواية واقعية بتتكلم عن الطبقات اللي في المجتمع، بتكلم فيها عن كل الطبقات اللي ممكن تتخيليها. طبعا هو احنا بنسأل نفسنا كتير، الإنسان مسير أم مخير؟ طبعا. فدايما الإجابة اللي أخدتها يعني أكيوريت من ناس كتير، الإنسان مسير فيما خير له. طيب في بعض الناس على فكرة هي مجبرة مش مخير. فهو السؤال ده بيطرح نفسه في الرواية. الرواية دي كانت فكرة الرواية دي كانت فكرة الرواية، وأنا تعمدت أني أخلي بطلة الرواية واحدة هاي كلاس قوي، هتعيش عيشة واحدة ساكنة في منطقة عشوائية جدا، واحدة متعلمة تعليم راقي بره مصر، جات مش متعلمة خالص، هي واحدة فقط الذاكرة من حياة لحياة تانية، عشان أثبت إن هي انبسطت في الحياة دي ولا الحياة دي. وهي هتظهر في الآخر هي انبسطت للحياة الأقل منها بكتير جدا، هي لقت اللي احنا بندور عليه، لقت الأمان، لأنها ما كانتش مخيرة في اختيار الحياة الأولى. ما كانتش الحياة الأولى، لا، هي الحياة الأولى هقول لحضرتك اللي كان فيها رفاهية، مسيرة في يعني هي عندها كذا اختيار، كذا طريق، اختارت منهم الطريق اللي يناسبها. لكن التانية هي أجبرت على الطريق ده، هي واحدة فقد الذاكرة، هي عايشة في منطقة عشوائية جدا، ظروف قليلة جدا، بس بعدها في حالة الاختيار في حالة بقى إنها لما فاقت، لما رجعت لها الذاكرة تاني وعاشت حياتها تاني، هي لقت إن الحياة اللي هي أجبرت عليها هي كانت أحسن اختيار، هي اختيار من عند ربنا، كان أحسن اختيار جالها. بلاش نزعل، بلاش نتضايق إن إحنا مجبرين على حياة إحنا عشناها. يمكن الحياة اللي إحنا أجبرنا عليها دي كانت أفضل لينا بكتير قوي عن اختيار إحنا كنا ممكن نختاره بدماغنا. فهي الحياة مجرد اختيارات. فكرة جميلة سارة، حقيقة فكرة جميلة وجديدة كمان. بس قولي لي، تأثرت بمين في كتاباتك؟ هو أنا يعني أكيد في حد مثلاً قديم تأثرت بيه وانت بتكتبيه. بصراحة من أكتر الناس اللي بحبه طبعاً هو إحسان عبد القدوس طبعاً، وشكسبير، بس ما بقراش شكسبير عربي بصراحة، يعني بقرا له الروايات بتاعته إن إنجليش. أنا غاوية أكتر في أقرا في علم النفس. يعني أنا بحب علم النفس جداً، من عشاق علم النفس. انا طرحت كذا مشكله في الروايه، مش مشكله واحده، لا، ومشكله عدم النظام، ومشكله على فكره انا عايزه اقول لك احتار فيها ناس كثيره قوي، هل الانسان مخير ام مسير؟ يعني لا، احتار فيها اللي يقرا والى الان لازال، عشان بس يعني الى الان لازال في حيره في الموضوع ده. هو انت معاكي حق، هو فعلا لغايه دلوقتي ما لقيناش اجابه السؤال لسه لحد الرضا بالظبط، مش عايز يعني مش عايزين نفكر بقى مخير او مسير، هي حياه، هي الرضا. بالظبط، لو رضيتي بحياتك وحبيتيها خلاص بالظبط. ففكره الروايه بسيطه جدا، بس للاسف هي مشكله عند الناس. او انا سمعت يعني ناس كده، في ناس قالوا لي ان انت جايه كده ان انت هتهدي لنا نسخه من الكتاب ده. دي حقيقه، دي جايبه اشاعه ولا كده؟ نسخه من الروايه بصي اللي البرنامج ليالي رمضان. طبعا انا فوجئت طبعا ان هي ليالي رمضان بس سهره العيد، سهره العيد، فمش عارفه اقول ايه. طبعا شاكره ليكي جدا الحلقه الجميله دي والناس الجميله اللي صوتهم حلو، ونجاح الحقيقه الروايه اللي خلاني يعني اسمع عن ساره طبعا مدبولي. الحقيقه نجاح الروايه ما شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك، هي يا رب يا رب اتمنى. شوفي محمد، يعني انت دلوقتي فكرتيني بنفسك، طب هتسمعنا ايه دلوقتي بقى؟ انا كنت ناسياني. كنت بتكلم مع ساره ونفسي هتسمعنا ايه دلوقتي؟ ممكن نقول خليني ذكرى والقصار. تمام. لا ده انتوا مستقصديني النهارده بقى، انتوا حاطيني في دماغكم. هنوزع مناديل في اخر الحلقه. انتوا حاطيني في دماغكم، طب يلا سمعنا. لو عشت
بعضي وبعضي بعضي جيت وحبيت ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلب القار وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلب القار خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قول كنا أوفى اتنين قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قول كنا أوفى اتنين قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين سهل هنبقى حققناه ده ساعات بيبقى السهل صعب لما نتمناه والدنيا عمر ما حد جالها وعاشها من غير قار دي الدنيا عمر ما حد جالها وعاشها من غير قار اوقات بنتجرح ونجرح واحنا مش حاسين وإن حد فينا حب يفرح فرح ويبقى حزين أيام وبتعشنا وفاكرين إننا عايشين أيام وبتعشنا وفاكرين إننا عايشين خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين قول حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين الله يا محمد احسنت جميله ربنا يخليك خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين وان حد سالك عني قول له كنا اوفى اتنين كنا اوفى اتنين بس جميله جميله وطبعا يعني الكوبليه ده بالنسبه لي يعني انا دي اول اغنيه سجلتها في حياتي عملتها كفر طبعا مع شركه ميوزك تون ف اللي هي الكوبليه طبعا من اول مش كل حلم نشوفه سهل وانت بتغنيها نبقى حققناه كان مسؤوليه على الهوا دلوقتي لا ما اقدرش والله انتوا جايين تعيطوني النهارده ولا ايه لا 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 اللي جاي فرح الاغاني اللي جايه فرح ان شاء الله لا 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 الاغاني اللي جايه فرح ان شاء الله بس انا بحب اغني دراما جميله جميله بجد واسن اغاني وائل جسار طبعا صعبه طبعا 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 فبرافو عليك حقيقه ربنا يخليك انا عاوزه بقى من دينا خاصه بقى تسمعني اكتب لك تعهد انت اللي طلبت انك تعيطي اللي طلبت انا بالظبط يلا بينا عمري اللي باقي قول بكام
مش عايزة أعيشه معاك عشان لو عشت كل جراح حرام ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي يقول بكام مش عايزة أعيشه معاك عشان لو عشت كل جراح حرام ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعد حد يصدني وانت لو ما بقتش بتصدق كلامي انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي عمري بس عايش احسنتي شكرا. انا اللي عاوز اكتب لكم تعهد انكم ما تغنوش اغاني حزينه تاني لان خلاص هخرج عن لا مش خلاص اللي جاي كله حلو قادره بجد. انتوا عايشين المود معايا ولا انتوا عايشين معايا في البيت تقريبا؟ لا جميله بجد حقيقي. ميرسي جدا. ميرسي انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده وانا سعيده بيكم جدا حقيقه. حلقه جميله جميله في الكلام بجد بيكم حقيقي. قولي لي يا ساره بقى حفل توقيع الكتاب. مين اللي حضروا كان يعني شكله كان عامل ازاي؟ انا تخيلت ان حفلة توقيع الكتاب بتاعي يعني كل اللي هيبقى فيها 10-20 حد كده ده مخيلتي. فوجئت ان القاعة كلها ناس معرفهمش معظمهم ودرجة الناس واقفة بره على السلم بره القاعة. طبعا كان اللي كان بينتقد الرواية بتاعتي بشكل جميل جدا كان دكتور قاسم المحبشي. ده دكتور في الجامعة وبيكتب كتب في علم النفس والمنطق والاجتماع يعني انسان بس متواضع قوي. لقيته هو بنفسه في الحفلة. وطبعا دكتور عايدة روس. دكتور عايدة روس ده كاتب يمني هو عايش في بريطانيا هو دكتور. ويعني انا صدمت انه نزل كمان علشان يكون هو اللي موجود. يعني هو كان قاعد اصلا في الستاند اللي هو الناس اللي بتتكلم على الكتاب بتاعي. عرفت انه هو اول واحد اخذ الرواية بتاعتي في معرض الكتاب اول يوم في معرض الكتاب وعجبته قوي وفضل في مصر مخصوص لغاية حفلة توقيع الكتاب وسافر تاني يوم. كانت مفاجأة ليكي؟ كانت مفاجأة جدا وكبيرة قوي. وطبعا دكتور إبراهيم موسى النحاس هو ناقد أدبي كبير. الناس اتكلمت على الرواية بشكل اللي هو أنا
يعني انا ما كنتش يعني انا كنت متخيله ان هو ده اللي هيحصل يعني، لان انا بعيده عن الكتابه يعني من 2009 ما خدت الجائزه دي لحد معرض الكتاب. كنت متردده في ده؟ بكتب كتير يعني، انا كاتبه روايات كتير بس متردده ان انا انزل حاجه. انا عايزه اقول لك ان من يعني من اهم الحاجات اللي شدتني للروايه اسمها. انت عارفه انا صحفيه اساسا، فالعناوين تعلمنا كده، العناوين هي اللي ممكن تشد اي حد، القارئ او المشاهد او الكلام ده. فوجهين لعمله واحده، يعني ده الحاجه اللي شدتني بقى اختيار الاسم. عمله الانسانيه الموحده، احنا كلنا قيمه واحده، كلنا بني ادمين، ما يختلفش بقى جنسيتك من ديانتك، احنا كلنا نفس القيمه عند اهلنا، فلازم نتعامل بالعمله دي. فده اللي خلاني افكر في اسم الروايه كده، وجهين لعمله واحده. قلت عمله الانسانيه الموحده هتبقى تقيله قوي على الناس. دي حقيقه فعلا، بس الاسم ده يعني هو خفيف، يعني كلام خفيف بس المضمون كبير. برافو عليكي. طب في حاجه جديده طبعا ان شاء الله نازله؟ في حاجه كده يعني انا بفكر انزلها قريب، يعني خلال 3 شهور كحد اقصى. انا طبعا مش عاوزه احرق الروايه بتاعتك، بس يعني هيبقى مثلا هتتكلم عن ايه؟ نفس وجهين لعملة واحدة ولا هنختلف؟ وجهين لعملة واحدة هي بتتكلم عن المجتمع بكل الطبقات اللي فيه. الجديدة بقى؟ الجديدة لا، هتطعم بحاجة من الخيال شوية. تمام، مش عاوز احرقها بقى ان شاء الله، بس ان شاء الله لما تنزل باذن الله طبعا هتبقي ضيفة معايا طبعا وتكلميني عنها. والله شرف ليا يا دكتورة شيماء، انا بجد مش عارفة اشكرك ازاي على اللقاء الجميل ده والناس الحلوة اللي انا قاعدة معاها. ده انا سعيدة بوجودكم كلكم حقيقة. قولي بقى يا محمد، انا عاوزة اسمع منك، قلت لي انك مجهز حاجة لسيد مكاوي. وانا بقى قلت شوية بقى، انا خليها شوية دي، عايزين حاجة ممكن نقول حاجة منير حلو هتعجبك. عاوز تفرفش شوية؟ انت عشان انا عايزة افرفش. طيب قولي حاجة المنير. جاي من بلاد البعيدة، لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حوالي، وانت تقولي بحبها وتحبي فيها، وتحبي ده اللي من غير اي حرية. يونس في بلاد الشوق، يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، يا عزيزة يا بنت السلطة، لو اتغير الزمان وقابلتني في اي مكان كنت عشان من غير ما تقولي يونس. انا يونس كنت هقول اهو ده المحبوب، ويدوب قلبي قبل ما دوب. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، انا يونس ونسيت من يونس دي الدنيا مالت عليا. قلبي ضايع مني لجهلي، لاني نسيت وحدة اهلي، ينفع احبك من غير قلبي ما ترد عليها وعلي. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، يا عزيزة يا بنت السلطة، لو اتغير الزمان وقابلتني في اي مكان
عاشك من غير ما تقولي يونس أنا يونس. كنت هقول أهدى المحبوب ويدوب قلبي قبل ما دوب. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي أنا يونس ونسيت من يونس للدنيا مالت عليا. يلا الحافظ قول معايا يونس في بلاد الشوق. يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي انا يونس ونسيت من يونس دي الدنيا مالت عليا. برافو عليك يا محمد، جميلة حقيقة جميلة وأغنية صعبة طبعا. بس أنا من أحلى الأغاني اللي أنا بحبها بس بغنيها بقالي 10 سنين فوشها حلو عليا، ومعظم حفلاتي بتبقى هي أول أغنية بغنيها. محمد بتتمنى إيه الفترة اللي جاية بقى إن شاء الله؟ والله بتمنى يبقى في فرص أكتر للمواهب يعني فاهم، أو يبقى الموضوع ماشي بالتوازي يعني ما يبقاش كل الترندات اللي طالعة حاجات مثلا أنت فاهمة حضرتك يعني الترندات اللي طالعة مش مثلا مش مواهب اللي هي يعني المفروض ماشي كله يطلع. أنا مش بعترض على حد مثلا دي حاجة بتاعت ربنا، بس يبقى في برضو تسليط الضوء يعني برضو على ايه مواهب برامج او شركات انتاج برضو فاهم. فالواحد دلوقتي فنانة برضو عارف لا يعني. طبعا انا بدوس هو الواحد شركة انتاج وهو طبعاً. مدير اعمال نفسه وهو اللي بيظبط كل حاجة طبعا. لا انا بدوم صوتي لصوتك وفي مواهب يعني جميلة زي حضرتك طبعا اللي بتقدم لنا فرصة زي كده فيعني طبعا كفايه حضرتك برضو يعني فاهمة. لا وانا كمان بخاطب وبناشد المنتجين اللي هي البرامج بتاعتها بتبقى مختصة بحاجات زي دي. لا انا بناشد كمان المنتجين ان في اصوات جميلة وفي اصوات شابة محتاجين ان احنا ندعمها في يعني فكر وفي عندنا اهو في مواهب، يبقى ليه نركز في القديم واحنا عندنا حاجات جديدة. فانا بضم صوتي لصوتك طبعا طبعا أكيد. وكمان نقابة المهن الموسيقية طبعا الاستاذ مصطفى كامل طبعا يتبنى المواهب دي طبعا طبعا. انا بدون يعني في ناس طبعاً. كتير بحس ليها يأست يعني ناس كبيره في ناس خلاص بيتملها يعني. انا عن نفسي بقيت مثلا انا في الاغنيه بتاعتي ان شاء الله هسمعها لكم خلال البرنامج بقالي سنه عاملها ومش عاوز انزلها وكل اصحابي عاجباهم جدا. طب ايه يعني لان احنا طبعا في هي دراما البرنامج اديني بس يعني مقطع منها اغنيتك السنجل اللي انت عملتها بس مقطع واحد يا ريت. ماشي هي كل واحد على حاله مقطع ولا بيسموه كوبليه ولا ايه اي حاجه يعني جزء ماشي لايف ولا نقولها بمزيكا؟ اوكي ماشي يعني ممكن لايف ماشي. كل واحد عاش حياته ولا غاب عن بالي لحظة ولا هو عاش حياته. كل يوم بتمنى فرصة أو يجيني واشوفه تاني أو هب له ساعتها عمري جميل.
جميلة بجد، جميلة وهتنجح جدا إن شاء الله. ربنا يخليك. أنا متعشم. وكمان اخترت الكلمات كويس قوي والألحان، برافو برافو يا محمد. والله وكل اللي بيسمعها بيفتكر اللي هي. وأنا من هنا من البرنامج يعني إن شاء الله هنعمل على التواصل مع الأستاذ مصطفى كامل ونشوف هنقدم إيه للمواهب دي عشان ندعمها، مش هنسيب كل الياس والاحباط يعني اللي احنا مرينا بيه. انا ليا الشرف ان اطلع مع حضرتك والله العظيم، ودعم حضرتك ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لي والله. يعني شكرا جدا على برنامجك الجميل. لا انتوا تستاهلوها حقيقه، وطبعا للاسف الجميله اللي معاهم في تستاهل كل خير. انا عايزه اقول لكم على حاجه، الوقت الحلقه خلص بسرعه جدا، المفروض ان هي دي سهره ليله العيد. فطبعا يعني انا بشكركم كلكم طبعا. طبعا انت هتنهي الحلقه بليله العيد، طبعا طبعا انت هتنهي الحلقه لسه بليله العيد، فانا بشكركم طبعا. بشكرك ساره مدبولي الكاتبه الروائيه، وطبعا بشكرك دينا عبد الله مطربه، بشكر محمد جمال مطرب. وخلوني طبعا قبل ما، طبعا انت اللي هتختم معايا باغنيه ليله العيد، اوكي. بس قبل ما انهي الحلقه خلوني اختم برنامج ليالي رمضان بكلمات فقه الاختلاف للإمام الشافعي: قد تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة واحدة، يا صديقي لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، ربما تحتاجها للعودة يوما ما. بهذه الكلمات أختم برنامج ليالي رمضان واختم سهره العيد معاكم. كل سنه وانتم طيبين، وهسيبكم مع دينا عبد الله وليله العيد. يلا يا دينا.